رأى النائب العام دكتور علي فضل المعينين أن أهم دعمتين للمحاكمة العادلة هي علنية المحاكمة وتسبيب الأحكام، أي بيان الأسباب الواقعة الثانوية التي قادت القاضي إلى الحكم، مؤكدا أن المحاكمة العادلة تعد مؤشرا على مدى احترام الدول لحقوق الإنسان. جاء ذلك في محاضرة للنائب العام نظمتها كلية الحقوق في جامعة البحرين بعنوان المعايير والضمانات الدولية للمحاكمة العادلة بحضور رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة. واستهل عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور صبري حمد خاطر اللقاء بكلمة ترحيبية بالدكتور علي فضل البعينين، مستعرضا سيرته الذاتية مشيدا في الوقت نفسه بدعمه لكلية الحقوق منذ انطلاقها في بداية الألفية الثانية. من ناحيته عبر دكتور البعينين عن سعادته بإلقاء المحاضرة في رحاب الجامعة الوطنية، معربا عن اعتقاده بأن كلية الحقوق بالجامعة تعد من أفضل الكليات، مشيرا إلى أن عددا من خريجي الكلية تقلدوا مناصب عدة في النيابة وأثبتوا قدرة وكفاءة